معي من تل أبيب الآن نادين خماش، مفادتنا إلى هناك. نادين، كنا نتابع رشقات صواريخ تخرج من غزة، وكنا أهلا بك نادين. كنا بنتكلم على نحال عوز، ونتكلم على شلومي ونهرية وعسقلان. يعني إذا كان عندك أي أخبار على الصواريخ هذه، وصلت إلى أي من المستوطنات والبلدات؟ هذه المناطق التي تتحدث عنها محمود هي مناطق تقع في غلاف غزة. نعم. ولكن قبل دقائق من الآن، حوالي قبل دقيقتين، كنا رصدنا اعتراض القبة الحديدية لرشقة صواريخ كانت أطلقت من القطاع باتجاه تل أبيب، ورصدنا اعتراض مباشرة قبل دقائق من الآن أحد الصواريخ، وأيضا سقوط مجموعة من الرشقات الصاروخية باتجاه منطقة ريشون لتسيون التي تبعد 20 كيلومترا عن هذه المنطقة حيث نقف نحن. فبالتالي صافرات الإنذار دوت وسمع دويها لدقائق قبل دقائق من الآن، وكنا رصدناها قبل أن نخرج في هذا المباشر. فيما إذا تحدثنا عن الوضع بشكل عام في تل أبيب حيث نحن، كما نرى خلفي وزارة الدفاع، فخلفي تصنع القرارات، تتخذ القرارات السياسية والعسكرية، منها يجتمع أيضا الحكومة الإسرائيلية المصغرة، الكابينت، رئيس الوزراء الإسرائيلي يجتمع بالقادة الأمنيين والقادة العسكريين وحتى الساسة في إسرائيل لاتخاذ القرارات السياسية منها وأيضا عسكرية. إذا ما تحدثنا عن الوضع بشكل عام، يعرف عن تل أبيب بأنها دائما الشوارع فيها مزدحمة، وبالكاد يكون هناك أيضا مسافة للمرور، ولكن في هذا الوقت بما أن البلاد تعيش في حالة حرب، فنحن نلاحظ بأن حركة المارة وبالنسبة للسيارات ليس بالمعتاد. ولكن في لحظات إطلاق الرشقات الصاروخية التي أطلقت من القطاع وتم اعتراضها بالقبة الحديدية، كان هناك أيضا توقفت الحركة ولو لدقائق، يعني الناس ترجلوا من السيارة وأيضا وقفوا إلى جانب الشارع لدقائق معدودة في لحظات إطلاق هذه الصواريخ، وأيضا بذات الوقت كانت صافرات الإنذار تسمع. وأيضا رشقات الصاروخ طالت منطقة ريشون لتسيون، هي تبعد حوالي 20 كيلومترا عن تل أبيب المركز، وحيث أيضا كل المراكز الحيوية والمنشآت التي يتخذ منها القرار في الجانب الإسرائيلي. أما فيما يتعلق بجديد التصريحات على صعيد سياسي، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريح أخير له كان شديد اللهجة، اعتبر بأنهم يريدون أن يمزقوا حماس، وأيضا شدد على ذلك يؤف جالانت في ذات الموقف، وقال بأن الوضع لن يكون كما كان عليه، وأكد بأن غزة لم تكون كما كانت من قبل. هناك استمرار للحديث أيضا عن فكرة التدخل البري وأيضا اقتحام غزة، ما زالت هذا الحديث واردا حتى هذه الساعة. بالتأكيد لا أحد يعلم متى وكيف وأين ستبدأ، ولكن هم ما زالوا مستمرون في الحديث من قبل التصريحات السياسية التي تخرج نادين. كله مربوط بعودة وزير الخارجية الأمريكي إلى تل أبيب، وهنا أسألك إذا كان وقتك، أنت تغطي ميدانيا، يسمح بأنك تتابعي بعض المواقف السياسية. لا، هو غادر من مصر، يعني لا ندري وصل إلى تل أبيب أم لم يصل، وسيتفاوض مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبناء عليه سيتقرر فكرة الهجوم البري، هل هو بهجوم محدود ولا هجوم كامل، يعني شمال وسط جنوب، كل هذه التساؤلات. لكن هل وصل أو ماذا يقال إذا كان يعني الوقت يسمح لك بأن تتابع السياسة وأنت تتابع ميدانيا؟ نعم، لم يصل حتى الآن، ولكن فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية، بريطانيا أرسلت أيضا سفينتين، وإن هما لا تقارنان بسفينتين اللتين أرسلتهما الولايات المتحدة الأمريكية USS جيرالد فورد، وأيضا آيزنهاور التي كانت أعلنت عن إرسالها يوم أمس. إذا نتحدث عن مساعدات عسكرية بريطانية، وأيضا في ذات الوقت مساعدات عسكرية أمريكية، وخصوصا بعد زيارة لويد أوستن ولقائه
ولقائه بنظيره الإسرائيلي. هذه جديد المساعدات فيما يتعلق بتقديم الدعم كما يصفونه لإسرائيل في الفترة الأخيرة وفي الفترة المقبلة. أيضا في ذات الوقت هناك تحذيرات لكافة العاملين في المنظمات الأممية خصوصا في القدس وأيضا في مدن الضفة الغربية بضرورة الإخلاء فورا. تجري عمليات إجلاء من كافة المؤسسات وأيضا المنظمات التي تتبع لمنظمات أممية ومنظمات أوروبية وغيرها. وكنا رصدنا أيضا حين كنا في القدس قبل حوالي ساعة من الآن رصدنا مغادرة لموظفين يعملون لمنظمات أممية أيضا حقائب السفر. هناك تحرك وهناك أيضا إرسال رسائل لكافة العاملين في المؤسسات الأمنية بضرورة مغادرة البلاد فورا. شكرك مفادتنا إلى تل أبيب نادين خماش. نادين شكرا جزيلا لك. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.